وقع طيران الخليج الناقله الوطنيه لمملكه البحرين وطيران العال الاسرائيلي الناقل الوطني لاسرائيل مذكره تفاهم تاريخيه خلال الزياره الرسميه الاخيره لوفد مملكه البحرين لدوله اسرائيل ووقع مذكره التفاهم من الجانب البحريني رئيس مجلس اداره طيران الخليج سعاده السيد زايد بن راشد الزياني ومن الجانب الاسرائيلي رئيس مجلس اداره طيران العال الاسرائيلي السيد ديفيد بروديت وأعلن الزياني في نفس الحفل عن تدشين طيران الخليج لأحدث وجهاتها إلى تل أبيب بدءا من السابع من يناير القادم بواقع رحلتين أسبوعيا وقد أكد سعادة الوزير أن هذا الإعلان يأتي كجزء من البداية التاريخية للعلاقات البحرية الإسرائيلية وبوصف طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين فهي تفخر كثيرا بدعم القيادة بالمملكة في دورها الذي تتخذه في حفظ الأمن والسلام في المنطقة كما أعرب عن تمنياته بأن تكون هذه بداية لاستمرار التعاون في مجال صناعة الطيران، معرباً عن التطلع للعمل مع زملاء في شركة إلعال لتحقيق أهداف أكبر، كما أعرب عن أمله في أن تعود هذه الوجهة الجديدة بالنفع التجاري والاجتماعي على كلا البلدين، وأن تمهد الطريق من خلال البحرين وتل أبيب لعدد من نقاط الربط خارج شبكة وجهات الناقلتين. من جهته اكد السيد بروديت ان فرصه التعاون مع طيران الخليج تعد نتيجه مباشره للتغيرات الحاصله في المنطقه معربا عن تطلع شركه العال للخيارات الجديده والمشوقه التي سيطرحها هذا التعاون وهي تتعدى رحلات الطيران لتشمل مجالات الشحن والصيانه وتقنيات السفر من خلال مركز العال الرئيسي